سيدتي، دائما كل عمل هناك نظرتان، نظرة تنظر إليه بإيجابية وأخرى سلبية، وبالتالي اليوم إذا كنت تلمحين إلى ما ينقل في الإعلام ويواكب الإعلام الأجنبي أو العالمي وبالتالي حتى اللبناني، فهذا طبيعي جدا أن اليوم المقاومة لها حلفاؤها، لها مريدوها، لها محبذوها، لها من يقفون إلى جانبها، وأيضا في المقلب الآخر لها من يقف ضدها ويعتبر أن هذا الأمر ربما كان يقارب من طريقة سياسية ما. وبالتالي بهذا الإطار أعتقد يمكن وصف ما يحدث بأن اليوم جنوب لبنان، لبنان كل لبنان يتعرض لحرب شرسة شعواء لا تفرق بين مدني وعسكري، بين الجسم الإعلامي، بين الجسم الصحفي، وبالتالي على لبنان حكومة وشعبا أن يدافع عن حقه في الدفاع عن نفسه والدفاع عن أرضه وعن مواطنيه أولا وأخيرا.